يا فندم انا متفهمه حضرتك جدا، بس برضو المبلغ كبير وهيعمل لنا ازمه سيوله. مش ممكن كده، هتضيع عليا صفقه كبيره. وبعدين انا يعني طالب ايه يعني؟ دول كلهم 10 مليون جنيه. وبعدين يعني انتوا كده هتشككوني فيكم، انا فلوسي فين؟ يا فندم فلوس حضرتك مضمونه ومحفوظه، بس برضو حضرتك لازم تقول لنا قبلها. طيب ممكن اعرف حسابي بالدولار؟ 6 مليون دولار يا فندم. طيب باليورو؟ 5 مليون يورو يا فندم. طيب بالين الياباني؟ 3 مليون ين يا فندم. والشيلن المساوي؟ 2 مليون شيلن يا فندم. والكورونا التشيكي؟ 2 مليون كورونا يا فندم. طيب والشيكل الإسرائيلي؟ 4 مليون شيكل يا فندم. والبيزو الأرجنتيني؟ 3 مليون بيزو يا فندم. والريال القطري؟ 10 مليون ريال يا فندم. طيب كفايه كده يا بنتي، هبقى اجي اطمن على باقي الحساب بعدين. شرفتني يا فندم. بقول لك ايه يا بنتي، ما معاكيش 5 جنيه كده اروح بيهم؟